أهلا فيكم أعزائنا الكرام. اليوم في حوار حصري وخاص بقناة اليرموك الفضائية نلتقي مع الطفل يوسف سلامة المفقود منذ حوالي 5 أيام ووالدته أم تيسير. أهلا وسهلا فيكم والحمد لله على سلامة يوسف أم تيسير. الحمد لله عدت بالسلامة. والخبر أكدت عائلة الطفل يوسف سلامة أمس الاثنين عن نيتها مقاضاة وزارة التنمية الاجتماعية وموظفيها، وذلك بعد العثور على يوسف في مركز لإيواء المتسولين بمحافظة مادبا. يعني موضوع انه يعني ترفعوا دعوه على وزاره التنميه الاجتماعيه، ويعني خطوره الموضوع حقيقه للناس، يعني كلها كانت خايفه والناس كلها بتتساءل عن مصير طفل يوسف، وهتتفاجئوا في النهايه انه كان في مركز ايواء. فتحكي لنا ام تيسير عن تفاصيل هذا الموضوع وكيف كانت هذه الاحداث. يوم الخميس الماضي. الخميس الماضي. نعم. يوسف ابني اللهم صل على سيدنا محمد. راح توصل ماما اول شيء. خليني احكي. تسمحي لي انت تصير تحكي يوسف الاول؟ احكي لي يوسف شو صار معك؟ شو صار بهذا اليوم؟ وانا نازل عند دار عمتي. ما في دار عمتي قريبة من بيتكم، انتم ساكنين بمنطقة المحطة. في زبال يعني. نعم. وانا منازل بتحكي لي عمتي تعال وصل سلفتي. رحت وصلتها اعطتني 40 قرش بنص المحطة. نعم. وانا ايش راحت ركبت تاكسي وراحت تعجس على المحطه بحكوا لي تعال تعال. مين اللي حكى لك؟ يعني مين هم الناس اللي حكوا لك تعال؟ الشرطه. انا فكرتهم حراميين. ضلتني هيك. الشرطه حكوا لك تيجي معهم؟ بعرفش انهم شرطه. انا ضلتني هارب ولا ايش؟ بقول تعال انت بتشحد. بحكي لهم والله ما شحدت، هاي عند ابوي تاكسيين وهاي عند ابوي محل صيانه، يعني ولا عمري شحدت ومعروف وانا سكان المحطة يعني. نعم. ايش اخذوني ركبونا بباص تنمية كبير. اول شيء حطوني واحد صغير وهذا باص تنمية الكبير، وانا اخذونا عمادة بقى. نعم. ما حاولت انه يعني تقاوم او انك تسأل حدا او يعني تستغيث بحدا من سكان المنطقة؟ أم سالك كده خد يحكي مالك. بحكي له مش حافظ رقم التلفون. بعد إذنك لو سمحت. نعم تفضلي أم تيسير. تفضل أنا أحكي به. الولد ابني يوسف بسم الله ما شاء الله عنه يعني ذكي جدا وما شاء الله. واضح إنه عمته كانت تركن عليه بحيث إنها طلبت منه يوصل سلفتها. ابني يعني ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. الله ذكي جدا شايف علي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ابني يعني لما نزل إنه دائما هو بينزل مع أولاد عمته مع أخوانه على المسجد في موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء، بروحوا كلياتهم مع بعض يوسف وأحمد وتيسير أولاد عمته كمان فداء. نعم. حمودة ويزن الله يحميهم كلهم. الطفل اللي إجا معي يعني منطقة المحطة بيتكم قريب من المسجد وقريب من بيتكم. إحنا منطقة شعبية بنص السوق. نعم. أنا شايف المسجد نص السوق. أنا موقع بيتي خلف جمعية عز الدين القسام. نعم. في الدخلة لجوا. أمتى فقدتوا يوسف؟ أمتى شعرتوا إنه تأخر وصار الموضوع بده يعني نتقدم ببلاغ؟ بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. لما أنا ابني يوسف بذهب على المسجد يصلي هو وأخوانه أولاد عمته، بروحوا كلياتهم مع بعض وبيروحوا كلياتهم مع بعض. نعم. اليوم هذاك لما ابني أنا نزل وصل اللهم صل على سيدنا محمد، هي بتكون يعني خالته. نعم. لك لخالتك لخالته فاديه. نعم. وصلها تركب تاكسي نزلوا وياها لحالها بنص السوق اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. هذاك اليوم يعني الولد راح وفقدناه ما رجع مع اصحابه لما يكون رايح هو واخوانه ولاد عمته كلهم بيروحوا مع بعض. نعم. يعني احنا هاي عمليه ارهابيه عملنا اياها. يعني نسأل الله الحمد لله على سلامته، يعني والحمد لله الله لطف يعني وعافاك عليه سالم يعني غانم الحمد لله الحمد لله فضل الله. لكن انا حابه اسال شوي يعني تفاصيل ما حصل مع يوسف بعد ما اخذوك على الباص. بعد هيك هو بعد ابنك هو حاول انه يهرب منهم، حكى لهم انا اسمي يوسف محمد تيسير سلامه، انا ساكن بالمحطه هون على الجبل. نعم. انا ابوي عنده محل بركات، احنا عندنا تاكسيين، احنا وضعنا ما شاء الله ممتاز. نعم. احنا بحاجة اوضح لهم الحقيقة اوضح لهم اني انا هيتني ساكن هان بالمحطة ما
بس هم بأي أسلوب بأي أسلوب بدهم يلفوا الولد ياخذوا نعم نعم أشياء ويلهم من الله. نعم يعني نسأل الله إنه يعني يكون هناك في متابعة لهذا الموضوع بحيث إنه لا تذهب هذه القضية هيك. حاول يعني الولد التعب اللي حاول الولد والألم اللي عانته يعني على فقدانه. اسمحي لي أنت يصير أنا حابة أسمع ليوسف يعني لأنه في كثير حاول الولد موضوع إنه يعني يعني ماذا حصل بعد ذلك وكيف عاملوه يوسف بعد ما أخذوك على الباص وحاولت توضح لهم إنه أنت يعني من سكان المنطقة وإنه أبوك هون ما حاولوا مثلا يعني يستفسروا أكثر منك أو يحاولوا يعرفوا البيت أو يحاولوا يوصلوا للمكان اللي بتحكي. نعم ايش كيف ايش حكوا لك ايش سالوك؟ هسه بناخذك هذا عماده به جبت نعم. بتقعد سنتين هيك حكوا لك بهي الطريقه. مين يعني مين الناس اللي حكوا معك او مين الناس اللي تعاملوا معك في الباص؟ بالباص ضابط وخمس شرطيين. نعم هم كانوا معك بعدين حطونا بباص كبير تمية. نعم مين كان بهذا الباص؟ مين في ناس قابلتهم هناك؟ في اثنين في واحد ببيع ورد واثنين ببيع بنتين ببيع ورد. اطفال يعني بنفس عمرك؟ لا في واحد شاب كبير 18 سنة. نعم وهم طلبوا منك رقم اهلك وانت ما عرفت تحكي لهم الرقم؟ هم اعطوني احكي مع اهلي بس مش عارف الرقم. نعم بعد ما وصلتوا عماد ابو يوسف احكي لنا يعني كيف يعني هاي الايام كيف قضيتها في مركز الايواء؟ بطعمونا وبشربونا بلعبونا. نعم هل حاولت تحكي مع حدا هناك يعني غير الشرطه اللي وصل الشرطه وصلوك ويعني روحوا هلا الناس هناك بدخنوا انا ضلتني لحالي قعدت اعيط ما قربت عليهم. ما في حدا من تعاون المركز حاولت تحكي له انه انا يعني حكيت لهم؟ طيب ما حدا سمعك او ما حدا حاول يساعدك؟ فيش ولا حدا. نعم و يعني انت ضليت اربع ايام في هذا المركز؟ خمسه. خمس ايام في هذا المركز. أم تيسير يعني صار في يعني صار في نوع من الغموض بهاي القصة إنه هو خمس أيام أنتم ما بتعرفوا عن مصيره كيف بالنهاية توصلتوا لمعرفة مكانه؟ في بيت في خلينا أسأل ماما. تفضلي أم تيسير. اللهم صل وسلم. يعني أنا لما فقدت ابني أنا بدي أحكي لك القصة من أولها يعني. نعم بعد لحظة يعني عدم وصوله للمنزل لما أنا ابني تأخر عن موعد ترويحته على البيت ماشي عن موعد ترويحته على البيت فقدنا الولد يعني ويعني موعد يوسف يعني بيروحوا كلياتهم على السلامة مع بعض وبيروحوا مع بعض واخواني زي ما تفضلت انا وحكيت لك بالاول. نعم ماشي انا يوسف لما راح وصل خالته فادية وركبت تاكسي وركبت وهي حكت له روح روح حتى البنت حكت له خالته تتصل على خلي عمتك تتصل معي تلفون اتاكد انك يا يوسف انت في البيت. نعم تطمن علي يعني اطمن عليك ان انت وصلت عند امك وعند اهلك. نعم. في البيت. نعم انا يوسف تاخر راح اولادي هدلك على الصلاه هم اولاد عمتهم تيسير واحمد الله يحماهم وحنا لهم ورضى عليهم الثلاثه ان شاء الله ويوسف ما اجى معهم راحوا وروحوا اولاد عمتهم. نعم وما اجى انا استاخرت للولد. نعم امتى توجهتوا على المركز الامني وقدمتوا؟ ثواني بعد اذنك لو سمحتي انا بدي اكمل يعني انا قلبي مجمور منهم انا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم على الايام اللي عايشوني اياها على الرعب اللي حطونا فيه جميع 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 اهلنا كلياتهم اخواني واخواتي جميعهم في المنطقه كلياتهم حسوا معانا وشعروا معانا الكل يدور على يوسف بس من عام الحقيقه يوسف. يعني انا كنت مجبور كثير من الناس وكلا بفني كانوا عم بيسالوا عم يعني مهتمين بهذه القضيه حقيقه يوسف يعني. ما شاء الله طفل يعني ابني ذكي جدا فوق ما تتصوري ماشي ابني ما بينضحك عليه انا كل الدنيا بتعرف يوسف يوسف طفل يعني ولد محبوب محبوب لدرجه يعني مش طبيعيه ما شاء الله دمه خفيف وجهه بشوش بيضحك دائما. بيصير ايش اللي دفع والد الطفل يوسف انه يتقدم بشكوى ضد وزاره التنميه الاجتماعيه يعني بعد عثوركم على بس انت بعد اذنك لسعتي ما خلتيني اكمل انا انه كيف تاخر ولد حكيتي لي انه تاخر وانت يعني قلقتوا عليه وبعدين توجهتوا للمراكز الامنيه وهم يعني قاموا بالاستفسار عنه ففي النهايه لو سمحتي انا بدي احكي لك القصه بكاملها يعني
شيتي بدك القصه كامله. انا حابه اسمع القصه منك ام تيسير ومن يوسف اذا سمحتي لي، لانه يوسف يعني هو في بعض الاشياء اللي صارت معه حابين نسمع يعني بالضبط. هلا يوسف انت لما كنت بمركز التنميه الاجتماعيه في حدا حكيت له يعني في حدا ساعدك هناك بحيث توصل لاهلك؟ في نعم في مره هاي هذا موكله غاد موكله تشتغل هناك. نعم في صورتي على الفيسبوك كلها هي شافت صورتك على الفيس كونك طفل مكتوب هذا. هل بتحكي لنا اسمها او بتعرف اسمها؟ بغض النظر الان هذه الموكله هي شافت صورتك سالتك اسمها ريم. نعم ايش اتصلت على جوز عمتي عمي الله صرت تحكي له هاي البلد عنا وتعال خذوه ادلك ايش عمي هذا عمي ما صدقش اللي حكي معي وصار يحكي لك كيفك عمي. وجوز عمتي الشيخ مرمط كل شوي جرى عن المخبر كل شوي جرى عن المخبر. نعم يعني مش عارف شو بدي احكي له. بدرسني كمان بالمدرسة شيخ الجامعة. نعم في هاي المرة اتصلت اهلي وكل شيء وجهوا وطلعوني. نعم بعد 5 ايام من بقائك. كان بدهم مش طلعوني. اجت الوزيرة اللي غاد موكله واجوا الاساتذه كلهم وطلعت الحمد لله. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سلامته ام تيسير. الله يسلمك يا يعني رب. بعد ما رجع لكم يعني الحمد لله وهو سالم قررتوا انكم تقدموا بشكوى يعني. طبعا يعني انا امه وابوه واهل المحطه الكرام جميعهم كل من اطفال كل المحطه من اطفال وشباب والله مصطفى محمد وبنات وامهات وعائلات جميعهم كلياتهم مركز القسام اللي انا مسجله ابني فيه مركز التقويه كلياتهم يعني وقفوا معنا موقف الله اعلم فيه. انا بشكرهم جميعا ومركز الامن الهاشمي ومركز الامن الهاشمي يعني شرطه الهاشمي جميعها انا بتشكرها على وقوفها معنا. نزلوا كلها بسارة خاص شكر خاص نص أمن عام نزلوا لهم. سكروا المنطقة مغفر الهاشمي بتشكرهم من فرفورة كل المحطة عشان مدبر علي. نعم الحمد لله على سلامتك يوسف والحمد لله على سلامته لا يوسف يعني وعلى اللي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البحث الجنائي كمان كلياتهم ما قصروا معانا الحمد لله رب العالمين وكلها بسارة. انا بقدم انا شكري لجميع من توقف معانا مغفر الهاشمي. انا بقدم شكر جزيل يعني السكران صار صاحي منه على انهم كلياتهم وقفوا معي وشعروا معي في وقت ضياع ابني وحسوا فيا اللهم صل على سيدنا محمد يعني حسوا بوضع ابوه وضع امه شعروا معانا كلياتهم. انا بشكرهم شكر خاص انهم الحمد لله بذلوا جهد كبير 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 جدا معانا بهذه الفتره الصعبه التي انا عشتها انا امه انا وابوه وجدته وجميع اقاربه وجميع اهالي الحي الكرام. انا بتشكرهم شكر جزيل وخاص لهم الموقف اللي قاموا معي الحمد لله رب العالمين ربنا كبير. انا توكلت على رب العالمين استودعت ابني الحمد لله رب العالمين الحمد لله استودعت ابني وسلمت والله يحرم حدا يعني من احبابه واولاده. انا ما بسامحهم لا دنيا ولا اخره على الايام اللي عيشونا اياها بالرعب اللي عيشونا اياه بالارهاب اللي عيشونا اياه لا من نام ليل ولا نهار ولا طول الوقت احنا ندور عليه ابوه قرائب ابوه الاقارب الجيران الشرطه كلياتهم يعني ما ضل حدا بالدنيا عارف بقصه يوسف الا الكل يدور عليه الكل محرور محرور على هذا الطفل اهلي جميعهم يعني يوسف غالي على الجميع. الحمد لله يوسف يعني ولد محبوب محمد كريم شكر ماهر العبدالي الحمد لله واحنا كمان نشكرهم يعني لكل من ساهم ولكل من ساعد ولكل من وقف معكم يعني في هذه وانا بتشكر جميع
جميع أهلي الكرام كلياتهم أحبائي وجيراني وأقربائي والأقارب معي اللي وقفوا معي بهاي المحنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربنا كبير يعني، الحمد لله. ورجع لي ابني بالسلامة وأنا إنسانة مؤمنة. الحمد لله رب العالمين. هو يوسف يمكن شعور فرحتي انه فقد يعني الابن يعني ما الحمد لله. بتقدر بالدنيا وما فيها، وانا بتشكرهم شكر خاص يعني جميع من وقف معي في هذا الموقف. نعم الحمد لله نعم رب الحمد لله رب العالمين. العالمين. فقدان الابن ام يوسف يعني هو القضيه، انه في كثير ناس ممكن تتساءل كمان انه طب طفل يعني كان بعيد عن بيته، فيمكن البعض يعتبر طب يعني امه وين كانت يعني بهاي الفتره مثلا، يعني ناس احيانا بيحكوا اني انا خطفت سيارة سعودية، ناس بيحكوا داعش اخذوني، اشاعات كثيرة طلعت. الناس نعم وطلع انا كنت مركز متسولين نعم لبمعدبة. نعم انت يصير يعني بهذا الموقف لما انه ابنك تاخر كذا، ما حاولت تطلعي انت مثلا مباشره تسالي تشوفي؟ لانه في ناس بيحكوا طيب امه وين كانت، يعني اذا الطفل ما رجع وطالع بصلاه المغرب وقت ليل يعني، فممكن توضحي لنا هاي النقطه. انا في البيت، انا وابني احمد في البيت، ويوسف هو اجى علي حكى لي انه بدي اروح على الصلاه، ما اجيت هو حالته فاتحه. انا لما اجوا اخوانه علي في البيت تاخر، اخوانه اجوا اخوانه ويوسف تاخر ما اجى، بس انا طلعت سالت عنه ودورت عليه، وصرنا ندور عليه كلياتنا، واتصلنا على ابوه. احنا يعني توقعنا انه يوسف وين، يوسف يعني في المحطة ندور على هسه بيجي راح يشتري شيء، وهسه بيجي يوسف تأخر طال الوقت مش بالعادة يعني له. نحكي أنا بجوز طلع على الهاشمي الولد يلعب بلياردو، بس ولد ما معه مصاري، نعم أنا ما أعطيته مصاري إنه يطلع يعني يلعب أو شيء، بيجي بغير بيلبس لبس مرتب ومصلص، ما بيحكي لنا أنا طالع، بس الولد اختفى مرة واحدة يعني اختفى كلياتنا، صرنا ندور عليه، اتصلنا على ابوه على المحل، اجا ابوه صار يدور عليه بالمحطة، طلع على المستشفيات، طلع على مركز امن الهاشمي بلغ عنه يا والله صل على محمد. كل الدنيا صارت تدور على يوسف، كل الناس وقفت معانا صار تدور على يوسف، وانا ادور وانادي على الجبل يا يوسف يا يوسف يا يوسف وين يوسف يوسف، مش مبين كل الاولاد روحت، السوق سكر، المحطه سكرت، ما ضلش حدا يعني ما ضلش حدا في يعني في الشارع، المحلات كلياتها سكرت، المسجد سكر، اخوانه روحوا. بقول يما يوسف اجاك؟ يما يوسف معكم في الصلاه؟ ما هو يقول لا يما يوسف ما اجاش صلى، يوسف ما اجى على الصلاه. صرنا كلنا نعيط ونبكي كلياتنا، وكلياتنا ندور على يوسف يا ولد من الله. الحمد لله يا ام يوسف، الحمد لله على يا ولد من الله. وابوه بلغ كل المستشفيات المملكه الاردنيه الهاشميه، وبلغ اللهم صل على سيدنا محمد جميع المغافر وعلى حمايه الاسره وعلى الاحداث، وراح يسالهم قبل حمايه الاسره والاحداث، يسال عن يوسف، واعطاهم اسمه الكامل واعطاهم عمره واعطاهم مواصفاته وكل شيء. هم عارفين انه يوسف عندهم، ما يحكوا لنا، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله لا يسامحهم يا ربي لا دنيا ولا آخرة. لوعوا قلوبنا من جوا كلياتنا، كل أقاربنا وجيراننا وأصحابنا ومركز القسام، كل الدنيا اللي بالمحطة بتعرف يوسف، حرقوا قلوبنا حرق. الحمد لله على سلامتك. حرقوا قلوبنا حرق، الله لا يسامحهم لا دنيا ولا آخرة. عيشونا في حالة إرهاب يا بنت الحلال، لا ظل أمن وقائي إلا أجا، لا ظل شرطي إلا أجا، كل الدنيا بتبحث على يوسف وإحنا مش لاقيين يوسف. نعم. بالمسجد دورنا المسجد كامل كامل، جابوا كلاب الأثر يجوا علي على البيت، أعطوني أواعي يوسف، كلب الأثر شم أواعي يوسف، أعطيتهم بوطة وأعطيتهم جربات وأعطيتهم غيار كامل ليوسف، حتى الأواعي مش مغسولة أعطيتهم ليوسف. نعم. اللي إنا يعني نحصل طرف خيط نوصل على الولد ماشي، أنا عايشوني بحالة إرهاب جميعهم كلياتهم. نعم. الله لا يسامحهم لا دنيا ولا آخرة. كل الدنيا بتدور على يوسف، بدنا نعرف نسأل بس لطرف خيط
إن نلاقي ابننا، إن نحضن ابننا، إن نطمن على ابننا، إنه عايش، إنه ميت، إنه الولد بخير. المهم إحنا شفنا الولد وين راح، ونستدعي كليات الله كفي شر البنات الحرام وأولاد الحرام، وحصلنا الحمد لله على سلامتك أم تيسير. أنا كنت حابة يعني شوي ننتقل للحظة العثور، يعني لما وصل ابنك بالسلام الحمد لله. الحمد لله رب كيف العالمين. كيف كانت مشاعركم؟ كيف كانت مشاعر الأهل؟ الفرحة مش واسعتنا في الدنيا كلياتها، كل الدنيا تغني ليوسف، كل الدنيا تزف بيوسف. إحنا إيماننا بالله بربنا كبير الحمد لله رب العالمين. أنا إنسانة صبورة الحمد لله رب العالمين، ومؤمنة وجبارة، وأنا استودعت ابني لرب العالمين، حصنته بالله الحي القيوم، حصنته وحوطته بسورة ياسين محمد صلى الله عليه نعم. وسلم. نعم، تيسير الآن يعني مشاهد على دورة المشاهدين، مشاهد استقبالك ليوسف الحمد لله، ويعني فرحة اللقاء وفرحة العثور. يعني فرحة ما حدا بتصورها، يعني الله والله العظيم والله العظيم إنهم عيشونا على أعصابنا. يعني كل الناس تيجي وتروح تحكي الله يكون بعون امه، الله يكون بعون ابوه، الله يكون بعون جدته. حتى الملازمين الشرطه كلياتها وقفت معي. انا بتشكر شكر خاص بقدمه لمخبر الهاشمي، لمركز الامن الهاشمي، الوقفه اللي وقفوها معي، اللي قدموها معي، اللي ظلوا مباشرين معانا في قضيه يوسف. انا بتشكرهم شكر خاص لهم جميعهم. نعم. وللسيد ماهر النبتاوي اخوي الكريم. نعم، حابه اسال يوسف، كيف كان يوسف انت شعورك لما دخلت بيت اهلك الحمد لله، ويعني على وقفه بس دقيقه بس نعم. على وقفته معي كلياتهم انا بتشكرهم وبقدم لهم شكر خاص لهم جميعا. يا الله والحمد لله رب العالمين، ابني روح علي بالسلامه زي ما تركت، زي ما طلع يوسف من عندي بضحكته بابتسامته الحمد لله كامل متكامل. ابني طبيعي الحمد لله، اجى ما في اشي من فضل ربي. يعني يوسف رجال سليم زي ما طلع من عندي سليم الحمد لله رب العالمين، رجال سليم ومعافى ما نقصوا اشي الحمد لله رب العالمين. وظليت استدعي انا يا رب تبعد عنا اولاد الحرام بنات الحرام يا الله. الحمد لله على سلامته يا ام تيسير، يعني كلنا فرحانين والله لهذا الخبر، والحمد لله يعني يعني شكرا لكم. الاشاعات برضه الكثيره هاي والنوع يعني القلق اللي بيعيشوا الاهل، وكلنا عشنا معكم يعني سواء انه يعني كلياتنا امهات وكلياتنا يعني بنحس مراره فقد الطفل، ويعني الحمد لله انه يعني طفلك رجع لك بالسلامه. الحمد لله رب العالمين. فقط ويبقى السؤال عن يعني من يحاسب على هذا، على ما حصل. يوسف تحكي لنا انت يعني لما كنت في المركز الإيواء يعني كيف كنت تفكر بأهلك ولما التقيت أهلك؟ عادي. يعني لما حسيت أن والدتك هالقد مشتاقة لإلك، ولما استقبلتك والناس كلها يعني هنتك بالسلامة، كيف كان شعورك؟ انبسطت. نعم. فرحان. الحمد لله رب العالمين. كيف إحساسك هلأ يعني الحمد لله أنه بعد هاي التجربة الصعبة وأنت بين أهلك وبين إخوانك؟ حرمت أوقف عشان أوقف تاكسي. نعم. قال لي انت متسول. نعم. حتى بحكوا لي اني اسود 10 ليرات 20 ليره ولا اخذت يعني. نعم. انا من قرابي مش من حدا ثاني. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انت تفضل احكي كمان. احنا الحمد لله رب العالمين وضعنا ميسور. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. الله يسعدك. احنا ما احنا بحاجتهم. الله لا يحوجنا لهم ان شاء الله يا رب يا كريم. احنا ما احنا بحاجتهم. انا ما شاء الله جوزي وضعه في طب، عندنا محل بركات، عندنا سيارتين تاكسي عمومي لنا باسمنا، عندنا كمان سياره خصوصي لنا. احنا عايشين الحمد لله رب العالمين باحسن مستوى. احنا ما احنا بحاجتهم ولا بحاجه مصاريهم. اللي احنا يروحوا يحكوا ودوا ابننا ودوا ابنهم انه يشحد، الله لا يوفقهم ولا يبارك لهم ان شاء الله. لا يعني دينا ولا نتمنى ان العداله تاخذ مجراها ويتم يعني محاسبه المسؤول عن هذا. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم دنيا واخره، على الايام اللي عيشونا اياها، على الدعايه اللي عيشونا اياها. يعني احنا
مش بحاجتهم ابدا ابدا. احنا الحمد لله رب العالمين، احنا والله العظيم والله العظيم المصروف اللي بياخذوه اولادنا ما حدا بياخذه. الحمد لله يا ام تيسير، الحمد لله على سلامته، والله يخلي لك احبابك يعني كمان مره. ويمكن يعني كلمتك الاخيره للامهات يعني، وكلمتك ايضا لكل من اهتم وتابع قصه يوسف، يعني ما توجهينها ولمجتمعنا الاردني بكافه شرائحه اللي سالوا وتابعوا هذه القضيه. يعني كل واحدة، أنا بتمنى لأمهات العالم كلياته جميعا بعد التجربة اللي أنا مرقت فيها والمرار وقلة النوم، لا أنام ولا أكل ولا أشرب ولا شيء، مخي يفكر وين ابني، والشتات شتتونا شتتونا، الله لا يسامحهم لا دنيا ولا آخر، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اللي ما احنا عارفين هو الولد عايش، والولد ميت، والولد بين مع مين. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا رجعنا ابننا سالم غانم معافى طاهر شريف عفيف، الحمد لله رب العالمين بكامل قواه العقلية، الحمد لله رب العالمين بشخصيته كاملة، مش ناقص منه ولا اشي. انا يعني بحكي لكل امهات الدنيا بعد التجربة اللي مرقت فيها، كل واحدة تحط ابنها بعينها قدام، انا ما تطلع ابنها باب الدار وتأمن عندها لو شو ما بتصير بالدنيا، برا ابنها كل واحدة والله. نعم. العظيم نحن نضم صوتنا لك يا ام تيسير، الحمد لله على سلامته يعني، ويمكن دائما مهما عبرنا يعني عن فرحتنا بعودته، الحمد لله على سلامته، والله يحفظ كل احبابك ويحفظ كل احبابكم اعزائنا المشاهدين. نتمنى ان تكون يكون هذا الحوار قد اضاء جوانب ربما كانت خفيه لمجتمعنا الاردني حول قضيه الطفل المفقود يوسف، وان يكون هناك يعني متابعه لهذه القضيه واحقاق للعداله. نراكم على خير في حلقات مقبله ان شاء الله، في امان الله.